لفة بدنجان مع صوص طماطم كونكاسيه مع اللحمة المفرومة، وفي شوية صوص بشاميل كده وشوية صوص ريحان، هيبقى طبق ملوش حل. نبدأ، مخرجنا الجميل يجيب لنا المقادير. في عندي بدنجان، عندي لحمة مفرومة مع الصاجة، تمام، عندي بشاميل، عندي الجزر، وعندي طماطم أنا مجهزة وضربتها قبل الحلقة، في عندي بردقوش، في عندي توم، في عندي بصلاية، ملح وفلفل، دي بالنسبة للتوابل. قبل أي حاجة، لما نيجي نشتغل على البدنجان، لو أنا عايزه يجي معايا بشكل كويس ما يشربش زيت لو أنا هقليه، ببدأ أقطعه شرايح وأحط عليه شوية ملح، برش بفرد كده زي ما حضراتكم شايفين اهوت. ديت انا مش هشتغل كده، بس انا بوريكم فكره حلوه قوي فيه. برش عليه سنه ملح، تمام، بيبدا ينزل الميه اللي فيه. اول ما نزل الميه اللي فيه، الميه دي بتبقى نازله بمراره بتاعه البذر، لو في بذر كتير او هو البدنجانه كبيره شويه، يبقى انا بالتالي بعد كده عفرته بالدقيق، خدته فرايد، يبقى انا حافظت دي افضل طريقه ان اعمل فيها الزيت جريل فرايد، تمام. عندي الجريلا بتاعتي حلوه شغاله، سن الزيت بسيط كمان شويه، اجيب حته منديل او فرشه موجوده معايا مفيش مشكله، امسح الطاسه كلها. وانا شغال بالبدنجانية الجريل ديت، بحط عليها شويه فلفل ابيض، شويه اعشاب، اي نوع اعشاب موجود عندي، تمام اهوت كده. وكل ما تكون البدنجانية متقطعه سلايز او شريحه رفيعه، كل ما بتكون افضل، بحيث ان هي ايه تديني رول حلو وانا بلفها. احنا قلنا هنلفه باللحمة المفرومة، وانا شغال كده اعمل شوية على ما هو ايه يستوي، ابدأ اخد شوية ريحان، ورق ريحان، باخد الاطراف بتاعته، ممكن نطلع هنا. اللي بالنسبة اللي هي الحاجات اللي فوق ديت، ما ينفعش ان انا افرمها، لان في قلبها حاجات ممكن تبقى ضارة شوية، اللي هي الزهور بتاع النباتات عموما، مش كل النباتات، في نباتات على فكره بتستخدم اساسا في الاكل. حلو قوي، هتقل عليه شويه. يعني انا شغال بالريحان دوت، انزل بده هنا، شغال بالريحان، ما بستخدمش الزهره بتاعته، لان الحاجات دي بتبقى شايله حبوب لقاح. في حاجة اسمها فود الرجي، او اللي هو عنده حساسية من الغذاء، في ناس بيبقى عندها حساسية من حاجات كتير قوي، فاحنا بنحاول بقدر الامكان يعني يبقى غذائنا صحي. سنة ملح بسيطة خالص، تمام. عايز شوية بردقوش، لو عندي ورقتين روزماري مع الحاجات اللي هي الجريل دي بتدي ريحه حلوه قوي، افرمها كده، اكسرها تكسيره حلوه، انا عايز بقى ايه ابدا اشتغل في الكبه ديت. دي انا ممكن اشتغل بيهم دلوقتي، ممكن احطهم هنا. شوية زيت، بسم الله، اديله شوية زيت كمان، واحط له بعدين ريحان. هنزش البدنجان بتاعي شوية،
صوص الريحان او صوص البيستو، في فرق بين الاثنين طبعا. صوص الريحان دوت بيبقى ريحان معاه زيت زيتون، ملح، فلفل ابيض. صوص البيستو بيبقى ريحان عليه ثوم وعليه صنوبر وعليه زيت زيتون، تمام، وعليه نوع جبنه اللي هي البارميزان. حلو قوي. ابص على الباذنجان بتاعي، اجيب طبق عشان اطلع عليه الباذنجان. عايز انا ايه؟ عايزه يدبل شويه عشان لما اجي الف رول ما يتعبنيش. احنا قلنا كل ما بتقطع سلايز كل ما بيكون احسن، رفيع قصدي، بيكون افضل. يعني شايفين ديت، دي رفيعه جدا. كل ما بكون، بصوا يعني هي دلوقتي عباره عن ورقه بلفها زي ما انا عايز الفها، عكس دي طبعا، دي تخينه شويه متغذيه. ادي لها كمان واحده. ممكن احطه هنا، احط ده كده. انزل بصوص البيستو، اجيب لي بوله احطها فيها. انا ما حطيتش ملح ولا فلفل في صوص الريحان، مش تفكروني يا جماعه ولا ايه؟ تمام، سنة توم بسيطه. ابدا اضرب ضربه اخيره. حلو قوي. في عندي هنا كاس تقديم، انا هحطه فيه شويه على طول مباشره. ايوه كده حلو. والباقي احطهم هنا لان انا هستخدمهم دلوقتي. ارجع بالخلاط او بالكبه اللي معايا، ارجع الملح، ارجع الزيت. يبقى انا كده ايه، عملت صوص الريحان. الباذنجان بتاعي على الجريلا، ابص عليه، دي حلوه، دي حلوة زي الفل. حط آخر اتنين سنة برطعوش، هو سخن كده اهوت، شوية أعشاب، اديله ريحة حلوة. في عندي الملح، رشة بسيطة. عندي الفلفل الأبيض، اسيبه ايه يديني الريحه بتاعت الجريلا بتاعته براحته. وانا شغال كده هبدا من المكان الاول، اشوف عايز اعمل ايه. عايز اعمل صوص طماطم. نبدا نطلع بالطاسه دي، خلاص انا ممكن اشغل عين تانيه. حلو كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شوية من كسير الحياة زي الفل. عندي البصلية مفرومة، عندي الطومة، عندي طماطماية، جزراية دي أكسرها. عايز سكينة أفرم أنا الجزراية ديت. الطاسة بتاعتي ناديني، تصدقوا طلعت كدابة. نادتني في وقت غلط. كده جزرية جاهزة عندي. في عندي ايه تاني؟ عايز حتة فلفل حامي، حتة صغيرة خالص للي يحب. البدنجانية بتاعتي منساهاش.
اقطع حته الفلفل ديت، حاجه ايه صغيره خالص. دايما عايزين نتعود ان احنا لما نيجي نقطع الفلفل الحامي او نستخدمه في اي اكله نحاول بقدر الامكان ان احنا نستخدمه حاجه بصوا رفيعه جدا، بحيث ان انا حتى لو يعني بحب الحاجه ديت بس مش عايزها كتير يبقى ما تظهرش معايا بحته يعني بكميه كبيره. يعني شويه اعشاب، سن الثوم، اديله لفه، هبص على البدنجان بتاعي، سنه دي حلوه، نطفى على ديت، دي خلاص كده انا مش محتاجها تاني. تمام، درجه الحراره دي هتسويها، ندي الصوص ده تقليبه، ننزل عليه بالجزر، البدنجانه دي خلاص مش محتاجه انا دي تاني خلاص. انزل بصوص الطماطم، مش هعمل اي حاجه الا لما ارجع لكم. فاصل.